السلام عليكم، حج مبرور وذنب مغفور، وكل عيد واحنا جميعا طيبين وبخير. اللي قدام حضراتكم دي جداول تشغيل رحلات السفر والوصول في الصالة الموسمية، صالة الحج والعمرة، وكمان كل رحلات الوصول القادمة من جدة والمدينة المنورة اعتبارا من النهاردة وإلى أن ينتهي بإذن الله عودة السادة الحجاج للوطن. جميع الرحلات اللي جايبة حجاج زي شركة إير كايرو أو فلاي ناس أو نسمة إيرلاينز أو فلاي إيجيبت طيران النايل إير أو العربية للطيران، كلها بتوصل بإذن الله مبنى الركاب واحد مطار القاهرة الدولي. لكن رحلات الخطوط السعودية وطيران أديل بتوصل مبنى الركاب رقم 2، مصر للطيران بتوصل الصالة الموسمية وبيرمز لها بالرمز S، وإن شاء الله تباعا هبعت لحضراتكم حلقات موجزة فيها باختصار جميع رحلات الوصول من جدة والمدينة المنورة بشكل يومي، بحيث أي حد من حضراتكم هيطلع على الحلقة ولمدة 30 ثانية هيعرف الرحلة جاية إن شاء الله على أنهي مبنى ركاب، متوقع توصل الساعة كام، وكمان رقم الرحلة والرمز والكود الخاص بشركة الطيران اللي بتنقل السادة الحجاج لأرض الوطن بإذن الله. وحسيب لحضراتكم في الديسكريبشن في الشرح رقم تليفون تقدر حضرتك تبعت له رسالة بالواتس وتستعلم منه عن متوقع وصول الرحلة امتى وهل فيها تأخير ولا لا. والخدمة دي مجانية لوجه الله ومحطوط لها قيمة رمزية 5 بنيهات فقط لا غير، بتوضع في محفظة الرقم اللي سيادتك بتتواصل عليه، وبناء عليه من خلال معلومة واضحة بسيطة دقيقة هتوفر عليك وعلينا جميعا. ساعات انتظار طويلة بلا داعي هتعرف معلومة دقيقة وواضحة بإذن الله ومن مصادرها الموثوقة، وبالتالي الجميع يكون على علم وعارف كويس الرحلة متوقع هتوصل امتى وهل فيها تأخير ولا لا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.